اول ما ابدا دائما في دبانه بتيجي دائما تفتتح تحب تفتتح معي الحلقات ما تبغاني ابدا لوحدي اضطرينا انه نتصرف معاكي طارت ساوند تراك 2 والتمارين لحظه بس في تحدي عشان تشوفوا بس الفريق كيف بيبدع ما شاء الله شوف الاستاذ حسام كون انه انتم سامعين صوتي دحين هو بسبب الاستاذ حسام ومهاراته في التخفي انتم مش شايفينه ابدا بس هو موجود في كل مكان حتلاقوه موجود فايش اسمه تاني اسمه دينيس دينيس بطاريه بطاريه جي الحقوا البطاريه يا طبعا ايوه في فقرات اللي هي سويناها بحركه كده اخراجيه مونتاجيه غريبه فهذه لازم يعني نبين لكم التضحيات اللي تمت عشان تشوفوا المقاطع دي فينتج منه ذهب فضة خلينا نشوف فين صار اليوم والآن المشروع أصبح بيرفكت فشوفوا تضحية السيارة مثلا وأنا عندي تمزق هنا بسبب الهاند ستاند لما طحت تعالوا نشوف يا أهلا وسهلا ساوند تراك 28 ممكن الصوت ولا عادي الصوت رول خلاص يلا نشوف ايش كمان مره خلاص I raised نطيت تعالوا نشوف كتفي المضروبة ماني فاهم ليه ما فتحت الباب ودخلت بس عشان كده نسليكم وخلال 3 أيام يجيك الجواز عن طريق البريد يا أهلا وسهلا وخلال 3 أيام يجيك الجواز عن طريق البريد يا أهلا وسهلا